السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر، سلام الله وسلام ملائكته وعباده المنتجبين عليك وعلى آبائك المطهرين. السيدة الجليلة فاطمة المعصومة كانت عالمة بما في الكلمة من معنى. فاطمة المعصومة شهد في عصمتها إمام المعصوم. سيد المعصومة أدراك ما السيد المعصومة؟ إمام كاظم عليه السلام said three times فداها أبوها فداها أبوها فداها. السيدة الجليلة فاطمة المعصومة هي من العالمات الفقيهات. ولدت في سنة 173 للهجرة، أبوها الإمام الكاظم وأمها المرأة العالمة السيدة نجمة، وهي الأخت الشقيقة للإمام الرضا. عاشت في ظل أبيها الإمام الكاظم عليه السلام قرابة 6 سنوات قبل الاعتقال الأخير، وكانت تأخذ من أبيها علما وحكمة وفيضا وبركة، إلى أن غاب الإمام في الاعتقال الأخير الذي دام 4 سنوات و6 أشهر تقريبا. لم ترى أباها طيلة تلك الفترة، ولما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام تكفلها الإمام الرضا. صار الإمام الرضا أبوها، إمامها، أخوها، ملجأها، ملاذها الوحيد، كل شكاية تروح للإمام الرضا، كل وجودها صبغ بالإمام الرضا. هنالك فرقا من حيث العمر بينها وبين الإمام الرضا، 25 سنة، ولكن تجد هنالك العلاقة الوثيقة بين الأخ والأخت، تلك العلاقة التي نشهدها في التاريخ ولأمثالها، كما كانت العلاقة بين زينب الكبرى سلام الله عليها سلام الله وأبي عليها. عبد الله الحسين. أما لقبها المعصومة فقد لقبها به أخوها الرضا عن الإمام الرضا عليه السلام قال: من زار المعصومة بقم، لاحظ شي يسميها المعصومة بقم، كمن زارني. وهذا الحديث له بعد كبير، أولا معصومة يلقبها معصومة، وثانيا يعطي درجة لمن زارها كدرجة من زاره وهو إمام معصوم. اللقب الثاني كريمة أهل البيت، هذا لم يرد مباشرة عن معصوم هذا اللقب، وإنما رؤيا رآها أحد الصالحين وهو من مراجع الدين الكبار نزيل قم جار السيدة المعصومة وهو السيد محمود المرعشي. هذا ألح الرجل على أئمة أهل البيت عليهم السلام بالدعاء كثيرا أنه أنا ابنكم ومن محارم الزهراء عليه السلام وفي قلبي حرقة، اكشفوا لي عن هذا السر، أريد أن أعرف موضع قبر الزهراء. يقول: فرأيتهم جميعا، الأئمة المعصومين عليهم السلام، في الرؤيا رأيتهم، هو السيد يقول، وقالوا: ليس إلى ذلك سبيل، لا يمكن أن يكشف قبر الزهراء إلا على يد ولدها الحجة حين الظهور. قالوا: إذا أردت قبرا ينيلك البركات التي في قبر الزهراء فعليك بقبر كريمة أهل البيت نزيلة قم سيدة فاطمة المعصومة. السيد المرعش النجفي ينقل عن المعصوم عليه السلام يقول: اجا وفد للمدينة وجايبين اياهم اسئلة لموسى بن جعفر كون يجاوب عليها. يقول: ما لقوا موسى بن جعفر بالمدينة، عندنا اسئلة نريد جوابها. رادوا يمشون، طلع لهم غلام قال لهم: اكو وحدة من بنات موسى بن جعفر هي تجاوب على اسئلتكم، جيبوا الاسئلة. سلموا الاسئلة، رجعت الاجوبة، رجعوا بالطريق لقوا موسى بن جعفر جاي للمدينة. يا ابن رسول الله
احنا اصبنا باحباط ما لقيناك، جايبين اخماسنا وكذا وزكواتنا وحقوقنا واسئلتنا وكذا، بس يا ابن رسول الله يقولون اكو وحده ما ادري من علوياتك هي مجاوبه الاسئله، هسه ما ندري الجواب صح مو صح. قالهم الامام خو جيبوا الاسئله خلي اشوفها، جابوا الاسئله وشاف الاجوبه الامام يقرا الاجوبه. هم يقولون يقولون موسى بن جعفر يقرا الاجوبه ويقول فداها ابوها فداها ابوها فداها، هاي فاطمه هذه فاطمه فداها ابوها. مدينه قوم اعتبرها اهل البيت بانها حرم لهم. يقول الراوي جماعه دخلوا على الامام الصادق سلام الله عليه، قالوا له يا ابن رسول الله نحن من اهل الري، فقال مرحبا باخواننا من اهل قوم. ثم قال عليه السلام حسب الروايه ان لله حرما وهو مكه، ولرسول الله صلى الله عليه واله حرم وهو المدينه، ولامير المؤمنين حرم وهو الكوفه، ولنا حرم وهو بلده قوم، وستدفن فيها بنت من اولاد اسمها فاطمه، من زارها وجبت له الجنة. أن زيارتها حث عليها أكثر من معصوم. المعصوم الأول الإمام الصادق ذكرنا الرواية، المعصوم الثاني الرضا، روحي له الفداء. الرواية في كتاب عيون أخبار الرضا ما رواه الصدوق بسنده قال سألت أبا الحسن الرضا عن فاطمة بنت موسى بن جعفر فقال عليه السلام من زارها فله الجنة. الإمام الجواد الرواية في كامل الزيارات، ما روي عن أبي جعفر الجواد أنه قال من زار قبر عمتي بقم فله الجنة. هي أيضا الشفيعة لأنه من أوضح فقرات زيارتها الشريفة عليها أفضل الصلاة والسلام أن الزائر يقف ويقول متوسلا بها عليها أفضل الصلاة والسلام يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك شأنا من الشأن، فهي التي تشفع لكل زوارها ومحبيها عليها أفضل الصلاة والسلام. يقول سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه ألا إن للجنة ثمانية أبواب، ثلاثة منها إلى قم، تدفن فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة، تدخل بشفاعتها شيعة الجنة. المعصومة بتباب الحوائج كريمة آل البيت، هي ماتت ما متزوجة، قتلوها ما متزوجة، شابة 25 سنة عمرها فاطمة. تدرون ليش ما متزوجة؟ هسه تقول لي خو أبوها بالسجون، أخوها الرضا ليش ما زوجها؟ أهل البيت ما يأخرون زواج بناتهم. مش عجب الإمام الرضا لما سألوه قالوا ليش المعصومة زوجتوها؟ قال لهم لم أجد لها كفءاً في الدنيا. وللسيدة المعصومة عليها السلام كرامات عديدة لا تعد ولا تحصى. أحد المؤمنين كان مقيماً في قوم، أصيبت ابنته بداء، راح إلى الأطباء ما عارفين شنه العلة، حتى تغير لون ابنته من الصفرة إلى الخضرة، فقرر على أن يترك قوم. قال أنا خلاص أترك وأروح أشوف حل إلى ابنته. قال لكن خليني أقصد السيدة المعصومة أول وبعد ذلك أخذ عائلتي وأطلع. يقول فعلا رحت إلى الحرم الطاهر وأنا مكسور. يقول جئت توسلت بها فقلت إليها أنا جارك اعطيني حق الجيرة، أنا يتيمك اعطيني حق اليتيم،
يقول أنا كتبت اسمها بإصبعي على ضريع المعصومة ورجعت وأنا مهموم أبكي. فوصلت إلى البيت، يقول الفتح للباب بنتي. عجيب، ما تقدر تقوم، ما تقدر تتحرك. دخلت إلى البيت، زوجتي تبكي. شنه اللي صار؟ قالت قبل كذا دقيقة من الزمن، يقول شفت البنت تضطرب تنتفض. تقول لي أنا أريد أروح أجلكم الله إلى الحمام. يقول فحملتها، فخرج من جسدها ما خرج، وأصبحت كما تراها الآن لا تشكو من شيء أبدا. ينقل السيد المرعشي عن أبيه، ذكر قصة أنه في السنة التي أرادوا فيها تجديد قبر السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، أراد أحد السادة أن يدخل إلى القبر، ونزل السيد المرعشي إلى ذلك المكان لوضع أعمدة، كان مع بعض البنائين. يقول نزلت ونظرت إليها، نظرت إليها في قبرها، القبر قديم، حادثة يعني هي من توفيت أكثر من 1000 سنة، ومع ذلك نظر إليها السيد المرعشي، يقول رأيتها وعليها سمرة أهل الحجاز، يقول ما أشك أنها ميتة بل كأنما هي نائمة. ظلت مع الإمام الرضا عليه السلام إلى أن مات هارون الرشيد، وجاء المأمون العباسي، إلى أن أشخص الإمام عليه السلام من المدينة. فظلت في شوق دائم إلى أن يوم من الأيام الإمام الرضا أرسل رسالة مع أحد أصحابه، وطلع هذا الرسول وإجى إلى المدينة وطرق الباب وسلم الرسالة إلى السيدة المعصومة عليه السلام. في نفس اليوم أمرت إخوتها من أبيها وجوارها وبعض العبيد بشد الرحال، وطلعت من المدينة في سنة 201، ومشت إلى أن وصلت إلى منطقة تسمى ساوى. في هذا الموضع مرضت، تعبت، فسألت كم تبعد عنا قوم؟ قالوا تبعد 10 فراسخ. فسمع أهل قوم بوجود المعصومة على مشارفكم، فخرج وجهاؤها، ومن ضمنهم عبد الله بن خزرج، وألح عليها بالنزول إلى قوم، وإن أهل قوم في شوق إلى التشرف بمقدمها. فقبلت النزول والذهاب إلى قوم، فأخذ عبد الله بن خزرج زمام ناقته حتى أوقفها في داره في بيته، وكل يوم يزداد مرضها، كل يوم تزداد علتها، حتى تمكن منها المرض وفارقت الحياة. لما ماتت تكفل عبد الله بن خزرج بدفنها بما يناسب مقامها، لم يقبل أن تدفن المعصومة مع الناس في المقبرة، وإنما وهبها بستانه ودفنها في وسط البستان، ثم أوقف الباقي حتى يدفن شيعة أمير المؤمنين بجواره. غمرت لطائفها الدنا حتى بدت في كل نفس تشرقون.